الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ إسماعيل كل ما يجيب لكم الجديد راح يمتعكم بالفيديوهات إن شاء الله. خوتنا الحباب ادخل عندنا السوفي الزين ما شاء الله تبارك الرحمن، سلعة ربي يبارك ما شاء الله. خوتنا الحباب المهتم يتصل إن شاء الله، يعني أنا جبنا لكم المال المال والبيمان ما شاء الله، سلعة نقية شابة. هذا خوتنا الحباب مع عندنا بعض الطفارات ثاني اللي دخلونا ما شاء الله ثاني. هذا خوتنا الحباب الطفارات عندنا زوج في الغرزة ربي يبارك ما شاء الله، واحد عنده 6 ليزون زين عندنا هنا، واحد عنده 8 ليزون ربي يبارك، يعني ما شاء الله بالغرزة مفتوحة وراهم عندهم أشهر سوسوة أهم جو يأكلوا يأكلوا خلق يأكلوا هاكي ما شاء الله خالصنا الحباب، يعني بالغرزة والزوف وكل حاجة، وباباهم بارفة ويماهم بارفة ما شاء الله. هذا خالصنا ثانيا حاجة واحدة أخرى راح يعني أخبركم الجديد في هذا الجان اللي دخلوا هذا الجان باباهم هيمالايا تبارك الرحمن، يعني هذا باباهم هيمالايا كان في السجنة الكبلة مع في ملائمهم. هذا خوتنا هاوليك جوج يعني تبارك الرحمن سلعة نقية ما شاء الله. هذا خوتنا ويزيدون عنكم ادخلنا الجول الجول الشباب التلفوش تبارك الرحمن نقي ما شاء الله، يعني صافي تبارك الرحمن. هذا خوتنا وليدان هاي خوتنا عمي الوجاج ربي يبارك، يعني سلعة ما شاء الله. هذه منها الجمالة والكمية راح محدودة خوفنا الشر، وهذا من نظام تبارك شوف السلعة يعني نقية ما شاء الله. الستة يعني يوصل بعدين يتصل إن شاء الله. هذا من لا هذه السلعة لزجة البيتا، نعم. وعندنا ثاني ليكو حاجة بوجهة لحب رحلكم إن شاء الله خالق الأسباب نعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني نسينا حاجة خالقنا يعني الله أعلم. شوفوا ربي يبارك هذه الله أعلم إلى على ما أظن راح مال ما شاء الله فلو أبيض ربي يبارك تبارك الرحمن إن شاء الله. اللي طالب عليه يتصل بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خوتنا نسيت عندنا هذا المال عنده أبليزون 8 ليزون خارج من فاسياتو عنده ليزون لله تبارك مع هذا الغرزة. هذا خلطنا خارج من فاسياتو عنده عائلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.